السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي تبارك الله عليكم، كي راكم لاباس عليكم. رجعنا لكم فيديو جديد ومعنا اليوم أصدقائي درس جد مهم. هذا الدرس أصدقائي فالعنوان ديالو غيكون طريقة ضبط المصنع للأجهزة. فهاد الطريقة خوتي فضروري كنديروها بعد ما كنديرو التحديث للجهاز، باش يتخلصنا أصدقائي من الملفات ديال التحديث اللي قدم وما كيوقعش أصدقائي الجهاز في اللاك. فكاين بعض الإخوة ما كيديرش ضبط المصنع وللأسف ما كيشتغلوش مع بعض الخاصيات في الجهاز، مثلا الصوتيات. مثلا الجهاز اصدقائي ما كيبغيش يتكونيكطا مع السيرفو، فضروري في هذه الوقيته خصك دير ضبط المصنع. ولكن اصدقائي قبل ما دير ضبط المصنع للجهاز فضروري خصك تحافظ ملف القنوات، اما على الريسيبتور ديالك اما على اليو اس بي. فغنخلي لك فيديو اصدقائي طريقه احتفاظ ملف القنوات على الجهاز، نخلي لك في علامه الاي وفي صندوق الوصف. فبعض المرات خوتي ما كنكونوش في المنزل والاطفال كيلعبوا لنا في الاعدادات ديال الجهاز. مثلا اصدقائي كيجيو هنا للتركيب هنا ويدخلوا الاعدادات ديال الهواء، يجي يغير غير هذه اصدقائي تردد اللاقط العالمي. هاي كما كتشاهدوا معايا فهي اختفت الاشاره من الجهاز ديالي، وانت ما غتعرفش اصدقائي كي دير تردها. فضروري في هذه الوقيته كنديروا ضبط المصنع للجهاز. او مثلا اصدقائي كتجي غير تغير هنايا هذا نظام اللاقط كما شاهدتوا معايا غير تردها 18 في، فكتختفي الاشاره وللاسف ما كتعرفش الحل. فالحل ضروري خصك انك دير ضبط المصنع للجهاز. فان شاء الله اخوتي غندوزو حنا لكم الريسيبتور ونوريكم كي نديرو ضبط المصنع للجهاز. خوتي مرحبا بكم. فاول حاجه غديرها غتمشي للتليكوموند ديالك تضغط على ميني، من بعد خوتي غنجيو لاعدادات النظام، غتلقى بارامتر او غتلقى سيستم. غنجيو لهنايا نمشيو هاد الخانه هذا اصدقائي ونضغطوا على زر اوكي. من بعد خوتي غنمشيو الى الاخير، غتبقى ضغط على زر فوليوم زائد حتى غتوصل لهنايا اصدقائي، غتلقى اعدادات برمجه المصنع. فهنا خوتي في كنديروا ضبط المصنع. ولكن قبل ما دير ضبط المصنع للجهاز ديالك فضروري كما قلت لك خصك تحافظ ملف القنوات. ففي كنحتفظوا بملف القنوات ديالنا، فكنجيو اصدقائي هنا ضبط القنوات هنا خوتي ونضغطوا على زد اوكي ونمشيو الى الاخير، الخانه الاخيره. غتلقى هنا قائمه القنوات المستخدمه، غتلقى هنا حفظ المعلومات، غتضغط عليها اصدقائي وغيعطيك هنا فين تحتفظ ملف القنوات ديالك. كما قلت لكم غنخلي لكم فيديو في صندوق الوصف في علامات الاي. فغنمشيو اصدقائي الى الخانه اللي قلت لكم عليها هنا اعدادات النظام ونضغطوا على زد اوكي. من بعد غنمشيو الى اعدادات برمجه المصنع ونضغطوا على زد اوكي. انا غيعطيك ادخال رقم سري، فانا عندي 4 ديال الاصفار غنديرهم كما كتشاهدوا هنايا. فغتلقى هنا قائمه القنوات، فقط دير غير ضبط المصنع لقائمه القنوات، الراديو قنوات مشفره فقط. فحنا غنختاروا الكل، غتلقى الاول اللي عنده باللونجلي، غنضغطوا على زد اوكي. هنا اذا اخترت نعم جميع المعلومات والمحطات سوف تلغى، هل تريد الاستمرار؟ غدير نعم، نضغطوا على الزر ديال اوكي وانتظروا قليلا اصدقائي. فدابا الجهاز ديالنا ما غيبقى فيه حتى شي حاجه. فكما شاهدتوا معايا فدابا الجهاز راه تفرمطا معايا، درنا له ضبط المصنع. فغنولي اصدقائي نمشي نجيب الملف القنوات ديالي كما كتشاهدوا نو شانيل، فانا محتفظ بملف القنوات. غنمشي شانيل مانجر كما قلت لكم، غنمشي للخانه الاخيره هنايا، غنجي غلقى اللود تحميل، ضغط على الزر اوكي. هذا هو الملف القنوات ديالي، غندير اوكي يس، انتظر قليلا. كما شفتوا ها هو رجع اصدقائي ملف القنوات ديالي. اصدقائي وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا، فهذه هي الطريقه باش كنديروا ضبط المصنع للجهاز. ان شاء الله اصدقائي كل مره غندير لكم شرح على شركه، مثلا شركه ديال ستارسات، شركه ديال الايكون، وان شاء الله اي جهاز طيح في يدينا غندير لكم عليه شرح. خوتي تهلاو في راسكم وانتظرونا فيديو جديد. ما تنساش دير معاك هذيك اللايك ودير معاك بارطاج الفيديو باش يستافد واحد اخر.